السلام عليكم، معكم محمد. اليوم تاريخ 20/7/2019 الساعة 6:15 مساء. نعطيكم شوية تحديث. الأسبوع الماضي طبعا زرعنا بذور، فالحمد لله يعني طالعة شوي شوي طالعة. الجو شوية حر مثل ما تشوفون، رطوبة عالية جدا، لأن كانوا يغسلون السلدك، يغسلون السلدك اللي هناك آخر شيء، الفلتر. في ناس تسميه فلتر، في ناس يسمونه سلدك. عموما هذه الباذنجان، تمام، هذه جابوها من برا لأن الأجواء حارة صارت برا، فجابوا الباذنجان داخل. هني زرع ذرة حلوة، ذرة فرنسية حلوة، تنباع في كارفور أو في المحلات تلقونها، طعمها جدا حلو. شوفوا هنا، شوفوا معاي السمك، سبحان الله. هذا السمك البلطي لما نحطه في تانكي أبيض يصير لونه أبيض، لما نحطه في تانكي أسود يصير لونه داكن، سبحان الله. تشوفون أولاد الأسماك، شوفون أولاد الأسماك كيف، سبحان الله، بالآلاف بعضه ما شاء الله بالآلاف. فجمعنا منهم سمكة البلطي، سبحان الله. لاحظت فيها أن لما تبيض تحط أولادها في الفم، تحافظ عليهم، سبحان الله. شوف الرحمة كيف تحافظ عليهم، بعدين لما يكبرون شوية خلاص تطلق لهم صراحهم، يعيشون. الأغلبية تقريبا 60-70% تأكل باقي الأسماك، يظل عندك الأفضل، أقوى، أسرع، نباهة عالية. فتطور جيل على جيل، سبحان الله، يكون عندك أفضل شيء، يعني مثل الانتخاب، مثل انتخاب الملكات في موضوع النحل، نفس الحكاية الأسماك. جيل بعد جيل يطلع عندك جيل مقاوم للأمراض، منتج، بياض، سريع. في النهاية إذا حب الإنسان يبيع هذا الشيء مصلحة شخصية طبعا. تمام، نرجع لموضوعنا. هذه الذرة طالعة شوي. واحد سألني قال لي كيف الماء، يعني كيف الماء؟ الماء سايفون، نظام السايفون. هذا اسمه يو سايفون بالإنجليزي، يو سايفون. ليش يو؟ لأن على حركة اليو، معمول زي حركة اليو. الماء يمتلي لحد، تشوفون هذا الحد. شو يصير هني؟ انحباس للهواء. لما ينحبس الهواء، سبحان الله، كيف أنا ما أدري، يعني ممكن المهندسين يساعدونا. لما يحتبس الهواء هني رجع نزل تحت في هذا البايب، هذا البايب الأخضر نزل. ومستفيدين من رجوع الماء نحن، في أن حابين، ما أدري تتابعون معايا ولا لا، بس حابين خرم هني خرم. لما يرجع الراجع يسحب معه أكسجين، يعمل أكسجة للماء. الأكسجين طبعا ينفع الأسماك، تمام. هذه الذرة طالعة حبة من الذرة. هناك طماطم، أنا ما أعرف ليش يحفرون حفر، بالعكس هي عادي طبيعي تطلع. تمام، طالع شوي. موضوع العناكب كارثة، هذه والله كارثة، بس إن شاء الله بجيب سم قال لي واحد عليه أورجانيك، مصنوع من النيم، من شجرة النيم الظاهر أو شيء من هالقبيل. بالنسبة للحرارة مرتفعة، كأنها أجواء استوائية، يعني شوفوا كيف صب عرق. يعني ناهيكم عن المروحة هذه، مسكر المروحة هذه، بس مروحة واحدة شغالة على أساس الصوت ما يزعجكم.
لو مروحتين شغالات تكون البرودة أكثر. لكن المكيف اللي داخل التانك الخارجي، بصور لكم التانك الخارجي، حاطين مكيف وحاطين كويل من النحاس. سألته قال لي مبند، فطلبت منه يروح يشغل المكيف على أساس يبدأ الماء اللي في التانك يبرد، فلما يطلع على السلدك تكون برودة الهواء أكثر، بارد يكون الهواء. هذه ذرة بس تجمدت، طبعا هاي الذرة زرعتها بالغلط، الذرة البيضاء هذه مش ما تنأكل، هذه تنعطى للحيوانات. هذه زهرة، شوفوا ما شاء الله زهرة. في ناس تقول لي في عندك نقص في المعادن، في عندك كذا كذا، أنا ما أضيف شيء بكل أمانة يا شباب، ما أضيف أي حاجة. شوفوا كيف هذه وهذه مزروعات في نفس التانكي، صح ولا لا؟ شوفوا هذه كيف ما شاء الله، شوفوا كيف، وشوفوا هذه كيف. في واحد يقول لك مثلا عندك في نقص في المعادن وكذا، ممكن في نقص في المعادن، لكن احيانا جينيا الشجره هذه فيها مشكله، هذه ما فيها مشكله، هذه كذا هذه كذا. هذه اقول لكم على اساس انها زهره، مو بزهره، هي زهره عفوا، لكنها كبرت بس ما في لحد الان تشكل للزهره، ما في تشكل. هذه يا شباب ويا اخوان هذه موز، الموز الصغير هذا اللي تلقونه في المحلات، زرعت هذه من فتره وطلعت اولاد صغيره، ربما لان تعرفون انتم الموز اذا انتج خلاص الام تموت، فالصغير يكبر ويبدا ينتج نفس امه، يعني مش مثل النخل، النخل طبعا الام تنتج والاولاد ينتجون، تمام. هذا مشتل صغير هني هو مسوينا نيكولاس على اساس يزرع فيه، لفه سريعه له. هذا البصل شوفون البصل، الزهرة خبرت الأسبوع الماضي إن شاء الله يزرع هني. شوفون هذا كيف، هذا السيفون شغال، السيفون ينزل الماء، شوفون لاحظ الماء كيف ينزل، شوفون كيف في أكسجين يطلع تحت، أكسجين للماء الراجع. هاي باذنجان جايبينها من برا، تمام. نروح الطرف هذا، العنكبوت يسوي بيوت عليها، فبقصها الحين بتطلع مرة ثانية إن شاء الله، تمام. هذا الطماطم طالعة حلوة، بنشوف نجرب، الدنيا تجارب. طماطم كزبرة، هذه كزبرة ما طلعت، ما أدري شو السبب هني، يمكن ما أسقاها، لازم يسقيها أول يومين أول ثلاثة أيام يسقيها شوي من فوق لحد ما تطلع بس وخلاص، بعدين تطلع هي. هذه شمام، شوفوا كميات البعوض، شوفوا شو مسوي. عموما هذا برشة إن شاء الله، برشة عما قريب بإذن الله. شوفون كيف هذا بيبدأ الحين السايفون بيبدأ يشتغل، يكون الراجع كله أكسجين فقاعات. هذا اشتغل، شوفوا الماء بدأ ينزل. هاي البامية،
الكوسة تعب فجأة ما أدري شو السبب، الظاهر بعد الحشرات هذه أثرت عليه للأسف. هذه الشبت، الشبت اللي قصوها من هناك، هذه هي راح يعطوها للحيوانات. نأتي للسيستم القديم الناحية هذه، هذاك السيستم الجديد وهذا السيستم القديم. قديمك نديمك، تمام. هذه مثل ما تشوفون الملوخية، أعطاني واحد من الشباب من الإخوان المصريين قال لي جربها تطلع ولا لا، فطلعت ما شاء الله تمام. وهذه مش الكزبرة الثانية، بقدونس، هاي بقدونس الفجل الأحمر، الفجل الأبيض، الفجل الأبيض، نعم الفجل الأبيض، بقدونس. جرجير، بامية، بامية طالعة طلعة حلوة هاي البامية، هذه البامية. العام الماضي زرعنا بامية عملاقة وصلت فوق، بامية كانت عملاقة صراحة، فالسنة هذه لا، دورنا على بامية القزم، بامية القزم هذا أفضل خصوصا في البيوت البلاستيكية أو البيوت المحمية عفوا، تمام. هذا الخيار، تمام، محتاج رش، أيوة محتاج رش. بامية، بقدونس، بامية لحد هناك، بامية هذا مفروض. هذا الطماط كان هني، تمام، بامية. هذا لا أعلم ما هذا، عرمات، أتوقع أن هذا كوسة، احتمال هذا كوسة، أيوة كوسة. الناحية هذه هذا البامية، في واحد سألني سجل درجة الحرارة 33، أنا أقول لكم النسبة عالية جدا للرطوبة، عالية جدا، الله يعطيهم العافية العمال، ما اختاروا وقت مناسب يعني لعملية التنظيف، تنظيف السلدك، اختاروا وقت الظهيرة، وقت الظهيرة عندنا في الإمارات الجو حار خصوصا شهر 7. بقدونس، جزر، هذا الجزر، جزر، جرجير، فلفل، هذا فلفل حار، هذا فلفل حار، وهذا بعد فلفل حار يعني زيادة، وهذا نار، هذا فلفل نار صراحة، بس يأكلون الأفارقة، يأكلون ما شاء الله عليهم، يحبون، يحبون الأكل الحار. تمام، هذا الخيار، بس للأسف مفروض يعني يرفعونه فوق،
هذا جزر ما شاء الله حلو. هذه المناطق مزروعة، بعضها بدأ بس بعضها لسه لا زال ما طلع ما نبت. تمام، هذا البصل وهذه ال لا إله إلا الله، وهذه شجرة العنب، شجرة العنب بعد ما شلنا كانت في أشجار معها في نفس الحوض، شلنا عنها الأشجار ما شاء الله طلعت ورق جديد وصحتها بدأت تتحسن. كانت في وحدة ثانية هناك بس ماتت للأسف. أيوة الماء بدأ شوية يبرد، شيء بسيط طبعا مش بارد، لا شيء بسيط، يمكن بعد ساعة ساعتين يبرد. فرجعنا على نفس الموضوع الحين، راح أطلع برا أصور لكم، أطلع برا أصور لكم اشتغلت قاتل الحشرات هذا، حط لها مؤقت، مؤقت يشتغل يعني الساعة الحين، المفروض ما يشتغل الحين، لكن لأنه مش مضبط التايمر. طبعا بالنسبة للسلدك، سلدك البيت البلاستيك مثل ما انتم شايفين عاملين له غرفة خارجية وعاملين له مكيف. المكيف هذا مادينا منه كويل، الكويل هذا لاف 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 لاف. هذه الغرفة، الغرفة عبارة عن غرفة تحمي من الأتربة على اساس ما يتوسخ عندنا هذا السلدك. وياي الكويل جاي من هناك، له مؤقت، له معير عفوا، معير. تمام، له معير يلف، الكويل يلف داخل، تشوفونه لاف نحاس جاي من هني داخل لاف لاف لاف، يبرد الماء اللي داخل. طبعا الماء هذا ماء آبار، ماء بير، فالماء لازم ما يتم فترة في التانكي هذا، فحاطين دينما تسحب تودي للخزان الرئيسي، وفيه بايب ثاني جاي من الخزان الرئيسي ويصب داخل التانكي هذا. يعني العملية دائرية، ليش؟ لأن الماء فيه ملوحة، إذا تم الماء 10 أيام في هذا التانكي يتحول هذا إلى أبيض، إلى ملح، هذا الطرف كله يكون مالح مثل ما تشوفون، مثل ما تشوفون هذا الملح. السبب قبل كم يوم اختربت احدى الدينامات فسبب في الملح. تشوفون هذا الملح، هذا ملح سبب في الماء لما 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 يظل فترة طويلة الماء في هذا الخزان. بنروح معاكم للخزان، خزان الأسماك. المظلة هذه عملناها لأن كانت فيه طحالب تتكون في التانكي هذا، فالطحالب تسحبها الدينما ترجعها للخزانات في البيت البلاستيك هناك،
فتتأثر الزراعة المائية بالطحالب. طبعا هذا كله أسماك البلطي. العمال الله يعطيهم العافية سووا المظلة هذه. هذا الراجع سألني واحد من الشباب قال لي شو يعني، قال لي شو يعني ما فهمت أنا، قال إن الراجع 2 إنش يدخل في 3 إنش. هذه فتحة فتحة الخلاوة، هذه الخلاوة لما يرجع الماء الراجع من البيت من البيت البلاستيك يرجع هني في هذه الفتحة يسحب معاه هواء بسبب الجاذبية تحت، فينزل يرجع الماء على شكل أكسجين. فالأكسجين هذا يساعد الأسماك على بقائها صحية وعدم موت الأسماك. تمام. أدري في كشرة وفي كذا، ها شوف اشتغل. تلاحظون اشتغل خلاص، يضخ أكسجين. بلف شوية. الحين اشتغل. الحين ما يراجع يسحب هني، شوف هواء، يسحب هواء ومن الفتحات هذه البايب هذا نازل تحت، تحت مستوى الماء فوق مستوى أرضية الحوض بواحد فوت، بواحد فوت. هذا فوت من هني لحد هني، هذا فوت. فينزل يعمل أكسجين للحوض هذا. شوفوا كيف كمية أكسجين مهولة. نحن عندنا الماء راجع صح؟ فليش ما نستغله في أكسجنة الماء؟ هذاك اشتغل بعد. هناك الثاني. عندنا الحشائش البرية ما نزيلها، كنا نزيلها سابقا. لما توسعنا في مجال تربية النحل، الأشجار البرية ما نشيلها بتاتا لأنها تساعد في صحة النحل. هذه الأوراق الصغيرة تحتوي على حبوب لقاح ورحيق، هذا يساعد الأشجار، لا عفوا، يساعد الـ النحل على الحصول على غذاء في فترة الصيف في شح الرعي. بعد استغلينا الأماكن اللي حول النخل في زراعة البرسيم أو زراعة الحشائش لي نوعا ما اكتفاء ذاتي من ناحية أكل الحيوانات. هذه شجرة الآراك، شجرة الآراك مزروعة تحت النخل هني، تطال على حالها هي لكننا نستفيد منها. أشجار حشائش برسيم هني، احتمال نزرع عباد الشمس في هذا المكان، احتمال نزرع عباد الشمس. هذا جزء من النحل، النحل كله في البيت. هذا جزء من الصناديق. طبعا هذه طرود صغيرة لكن فيها ما شاء الله، هذيك خالية ما فيها شيء، فيها إن شاء الله، فيها الخير إن شاء الله. تمام. او هني او هذا المكان احتمال نحط بوزات ونزرع عباد الشمس. عباد الشمس مفيد جدا للنحل من ناحية الرحيق وحبوب اللقاح.
بتكلم عن الستاندات هذه. الستاندات هذه ممتازة جدا. طبعا أنا بالغت، استخدمت كمية حديد مهولة. هذه الستاند تعملها للخلايا وتحط في هذا المكان آيل يمنع شو اسمه، يمنع النمل من الصعود للخلايا وسحب العسل. طريقة حلوة صراحة. شفت عند شخص مسوينها فقلت أنا راح أسوي نفسه. عفوا، الريحان، هذا الريحان في الصيف يتعب، طبعا يتعب بزيادة. هذه شجيرة برية ما أعرف شو اسمها، ما أعرف شو اسمها، ما أدري إذا النحل ينزل عليها أم لا، ولكنها متروكة تحت النخل. هذه شجيرة الأشخر، هذه شجيرة الأشخر بعد تعمل أزهار في الصيف، لكنها صغيرة. هذه تعمل أزهار في الصيف تنفع. هذه اسمها، هذه الشجرة ما أعرف شو اسمها العلمي، بس نحن نسميها في بالإماراتي الحباية. الحباية من مبدأ أنها تحبي حبو 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 تمشي. تشوفونها هاي مزروعة عند في الطرقات، في المستشفيات، في الأماكن. هذه شجرة البطاطا الحلو، البطاطا الحلو، هاي شجرة البطاطا الحلو طويلة، هذه مزروعة. شجرة الكنز ينزل عليها النحل مساء مثل هذه الفترة، ينزل عليها نزول طيب. هذه الشجرة زهرة، عفوا، يعشقها صراحة. هذه طالعة تحت النخل فخليناها. نحن مثل ما خبرتكم الأشجار البرية ما نشيلها، نخليها يعني لحد ما تكبر ويستفيد منها النحل. هذه شجرة الهرم، شجرة الهرم تمام. وهذه شجرة البربير، هذه تحت قدمي شجرة البربير. وهذه أكيد تعرفونها شجرة الشفلح، شجرة الشفلح نوعا ما جبلية لكنها تطلع بعد في الأماكن غير جبلية. شجرة السدر قلمناها، هذا السدر الكبير قلمناها. هذه شجرة الشفلح، شجرة الشفلح، وهذه سدرة جديدة زرعناها على أساس إن شاء الله يستفيد منها النحل. هذه شجرة الزهر البري، شجرة الزهر، هذه ممتازة جدا للنحل، ممتازة جدا. هذه الشجيرة ما أعرف شو اسمها صراحة، يمكن تفيدوني أنتو عن شو اسمها.
هذا حاليا اللي موجود. شكرا جزيلا على المتابعة، رجاء إذا عجبكم المقطع لا تنسونا من اللايك، هذا يدعمنا. والله يعطيكم الصحة والعافية، ونشوفكم إن شاء الله في مقطع آخر أما قريب. تحياتي.